تحتوي قائمة Start Menu على أحد الخيارات الهامة والخطيرة، وهو الاختيار My Recent Documents. ويحتوي هذا الاختيار على قائمة بمجموعة من الملفات أو المستندات التي قمت بالتعامل معها مؤخرا. ترجع أهمية هذه القائمة لسهولة الوصول إلى الملفات التي قمت بالتعامل معها مؤخرا بدلا من البحث عنها في أي مكان في الجهاز. أما خطورة هذه القائمة فإنها أول ما يلهث إليه لص المعلومات حتى يعرف آخر الملفات التي قمت بالتعامل معها، حيث يمكن أن تحتوي تلك القائمة على معلومات ثمينة. ولتفويت هذه الفرصة على هؤلاء اللصوص، يمكنك أن تفرغ تلك القائمة من محتوياتها كما يلي: انقر بزر الماوس الأيمن على أي مكان خال فوق شريط المهام تاسك بار. ستظهر قائمة مختصرة، اختر منها الأمر بروبرت ليظهر لنا مربع حوار تاسك بار اند ستارت منيو بروبرت، خصائص شريط المهام وقائمة ابدأ. اختر تبويب ستارت منيو، والآن انقر على زر كاستمايز ليظهر أمامنا مربع حوار كاستمايز ستارت منيو. قم باختيار تبويب Advanced، ثم انقر على زر Clear List، والآن انقر على OK مرتين، وعد لقائمة ابدأ واختر الاختيار My Recent Documents. ستلاحظ أن القائمة قد أصبحت فارغة.